السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ما كنغاديش نخدم حتى هو لأن الأخت ديالي غادي تجي عندنا. كما كتشوفوا كنوجد الفاخر. المهم صراحة هذيك لاطيراس باقي فيها الخدمة، رانا خدامة فيها دابا، واخا هاد الفيديو راه ماشي ديال اليوم، المهم رانا خدامة فيها باش إن شاء الله نوريكم الأرضية ديالها كيفاش غادي تجي. صوبت هاد الجليسة هادي غير باش نقضيو الغرض دابا حاليا، باش نجلسو على برا نتغداو، لأن الكوزينة باقا سخونة هي اللي فيها لاصالة مونجي، داكشي علاش واخا راه كاين صداع لأن كاينين الأشغال حدانا، معليش. المهم راه حنا جلسنا باش نتغداو هنايا. طبعا هنايا كيما قلتلكم مازال إن شاء الله تشوفوه كيفاش غادي يجي، خاصنا غير الفليسات هما اللي خليينا دابا واقفين، كنبداو نقضيو بداكشي اللي كاين. المهم البيرغولا اللي بغيت نقول لكم راه اجلناها لان غادي نصاوبوا الداخل ديال الكوزينه حيت سخونه بزاف. بالنسبه للشكل البيرغولا اللي بغينا نديرو استقرينا على الحديد، لان الحديد باش يصاوبها لنا الحداد جاتنا صعيبه بجوج انا وسليمان، بغيت بحال هذا الشكل هذا، واخا ماشي بحالها بحالها. المهم غادي تجي لاصقه مع واحد الجهه في الحيط، والجهه الاخرى غادي نديرو فيها ديلات ديال الخشب، ومن بعد غادي نسدوها من الفوق بليكسي غلاس باش تبقى الاضاءه وفي نفس الوقت تعطي المنظر زوين. دابا حاليا ماشي مشكل، غادي نكمل غير الارضيه بعدا، نفينيها نفيني داك الحجر ميبقى يولي يعني بغيت نصبغه باش يكون سهل التسييق، لان بغيت ندير الكولا. مازال نتوما تشوفوا معايا الفيديو المقبل ان شاء الله، راني باديه فيها وغادي نحاول نكملها اليوم باش نوريكم الشكل ديالها ان شاء الله. باقي لنا هاد الجهه هادي خصو ينوض الكازون باش ما يبقاش يعني الروينه ديال الغيس، وراكم عارفين دابا الشتا هي اللي قربت. المهم هاد النهار كما قلت لكم دوزناه مع الاخت ديالي، ما خدمناش، وان شاء الله دابا تشوفوا من بعد الاشغال. نتمنى غير تدعمونا باش ان شاء الله يجيب الله رزق وغادي نزيدو نخدمو. المهم نخليكم مع الفيديو. كلاكسونيتي وساليتي بونجور ريمو، لابسه الجاكيت على كاين البرد قد هكا، لاباس عليك؟ هاري نهزلك. اهلا بك في بيتك. في بيتك ماشي بيتي، زعما بيتينا حنا اللي صحابك غير حنا. دابا هاد بيتك راه كنخصص. ها انا برعتكم. ها ها ياك، واخا كاين صداع معليش، المهم حيت سخون الداخل، سخون الداخل ما نقدروش نجلسو في الكوزينه. ايوا صافا، مازال غادي نفينيها ان شاء الله، غادي تجي مزيانه وتهز علينا غير التراب. بسم الله، خفق الروينه كنعياو ونجمعو والو. صافا ريمو، اش كنديرو حيت ندخلو؟ لا صبني صبني صبني، الا علقتي غادي تنساه من الاحسن. اه ما لقيتيهاش يا ريم؟ اشنو بونجور زوينه ديالي، بونجور توحشتك. واش فراسك حيت كتمشي تقري كنتوحشك، كنبقى بوحدي انا. شوف الفخر اش دار ليا. ها ها ما توحشتينيش؟ قري قري نشوف. لا قري حركة تهني مني، انا واعرة انا خايبة كنضربك كنسلخك كدوب ياك. بيجو مامي بيجو مامي الفنة ديالي انا كنحماق. ها قدت انا من القطوط. ريم ريدي داك الطبسيلة بنتي. ياري ريمو تا 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 على الراس. ناس جاك العيا فيك الناس. ها لا فاتيج لا فاتيج نا ماريشال، جيبي لي باش ميتاتي تاع تريسا. تنزيد هذا في شي عينا ما نعمرو هاد القطبان ما بغاوش يعمرو. هاري يا بنتي هاري هاري، باش داك الطبسيل البلاستيك الزرق باش كنت كان باش كان نيش نيش ولا نشش ولا سميتها نش، باش كنحرك الفخر. ديبيش طواري و ديبيش لوي. ار ار ديبيش مو ديبيش لوي. اه سربي نش، نصبروا عليا طبعا الجوع.
فين ابو هروال؟ طاتي غسلي الموان هاكاك عندك تغسليهم. قولي لي باقيين كاع ماكلينا نسكروا في الموان. ها فكي لا ما سربينا. شكون هو؟ مجمع. اها ولكن فين تحت من تحت من الشجر تحت من الخشب ها سي با لا جراف كي جاتك الفكره بعدا ما قلتيليش الفكره د لوي اس بي تقوليش ما زوينش فكره ياك كنفكر واخا داكشي واخا مكلخا كنفكر تدير القناه مالك تجيك فيها واحد 70 درهم تجيك واحد 70 درهم في الشهر عطيها لي جبنا غير خنشة السيما مبارك الله يجعل مبارك تا مالك الناس راه كلشي كيدير القنوات ها دابا نحيد القناة ونحيدها لا لا هذيك انسى هذيك هذيك اللي كنتي داير لا لا هذيك فات عليها التاريخ خصك وحده جديده نعطيك القناه الثانيه لا علاش شحال فيها المتابعين المتابعين اللي ما كيتبعوا والو نكته والله فراس كيدي كيترج في النار ها انت شفت التليفون كي كنحاول باش نمشي نقلب اللحم وتفكر فكر وتا والباء هبالي انت ماما قولي قولي البابا كاش قلتي كاينة هاديك في الاربعة اش كاينة هاديك شكون هاديك بعدا انت قلتي طاتي كاينة هاديك في الاربعة لا لاخبر قلت له كاينة هاديك في الاربعة لا سيري سيري علقات واحد الطويصة اللي كنت صوت اه كاكا وانا باغا كتلعب بيها قلت لها سيري ديريها في ديري علقيها في الشجره وبقات تكب فيها الماء للطيور هادي المبراطور هاد اه هي مشيت لي كتبانش لا ربغ لا ربغ والله الا هاد المطرقه كتدير لي في الراس والله